بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية الخاصة حول العملية التي استهدف بها الجيش اليمني ولجان الشعبية مصفات نفط وحقل نفطي حقل الشيبة النفطي والذي يبعد 10 كيلومتر عن الحدود الإماراتية بعشر طائرات مسيرة من الجيش ولجان الشعبية. طبعا حول هذا الموضوع كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ أكبر عملية منذ بدء العدوان على اليمن وسماها بعملية الردع الأولى. لنستمع إلى هذه الصوتية ونتابع بعدها. اليوم ومن جبهات الحدود نعلن عن أكبر عملية نوعية نفذت منذ بدء العدوان. بفضل من الله سبحانه وتعالى نفذ سلاح الجو المسير أكبر عملية هجومية منذ بدء العدوان على اليمن بعشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفات الشيبة التابعة لشركة أرامكو والتي تقع جنوب شرق المملكة السعودية على الحدود الإماراتية في الربع الخالي بالمنطقة الشرقية تحت مسمى عملية توازن الردع الأولى. ويضم حقل ومصفات الشيبة أكبر مخزون استراتيجي في المملكة العربية السعودية حيث يتسع لأكثر من مليار برميل. هذه العملية تأتي في إطار الرد والردع المشروع والطبيعي على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا اليمني العظيم منذ أكثر من أربع سنوات. نعد النظام السعودي وقوى العدوان بعمليات أكبر وأوسع من هذه العملية إذا استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا. القوات المسلحة اليمنية تحيي كل شرفاء والأحرار الذين ساهموا في إنجاح هذه العملية داخل تلك المناطق. نجدد الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع العسكرية والأهداف الحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا وستكون عرضة للاستهداف في أي لحظة. نؤكد اليوم أن بنك أهدافنا يتسع يوما بعد يوم وأن العمليات القادمة ستكون أشد إيلاما على النظام السعودي وعلى قوى العدوان وأنه لا خيار أمام قوى العدوان والنظام السعودي إلا وقف العدوان ووقف الحرب ورفع الحصار عن بلدنا اليمني العزيز. وللمزيد ينضم إلينا في هذه التغطية الخاصة العميد عزيز راشد الباحث في الشؤون العسكرية من صنعاء وأيضا اللواء محمد عباس الخبير في الشؤون العسكرية ينضم إلينا من دمشق. نرحب بك حضرة اللواء أيضا بحضرة العميد ونبدأ معك حضرة العميد عزيز راشد بالسؤال. حين يتحدث العميد يحيى سريع بأن كامل الأراضي السعودية مستهدفة يعني حذر المدنيين من عدم الاقتراب من أي أهداف حيوية وعسكرية على كامل الأراضي السعودية وعن عملية الردع الأولى وبالتالي ما الذي نستطيع أن نقول أكثر حول هذه العملية؟ نستطيع أن نقول بأن القدرات اليمنية اليوم تثبت تطورها وتصاعدها العلمي والتقني في إنتاج مثل هذه الأجيال من الطائرات المسيرة التي تستطيع أن تصل إلى أماكن في داخل العمق السعودي والإماراتي وفي كل دول العدوان. وهذه العمليات سوف توقف شركات ومطارات وموانئ وكهرباء ونفط العدوان لأن التصعيد سوف يكون تدريجي وعلى مراحل قابلة للتوسيع والانتشار على مدى أعمق وأعنف وأشمل. حقل الشيبة اليوم يعتبر من الأهداف الرئيسية والاستراتيجية المؤلمة والموجعة للنظام السعودي وعندما تمتلك قدرات بهذا الحجم وبهذا المستوى وبتخطي هذه الأنظمة الدفاعات الجوية الأمريكية والفرنسية والبريطانية وما يسمى القبة الحديدية أنت اليوم أمام مستويات علمية قادرة على تخطي كل تلك المنظومات. ولو كان للنظام السعودي قدرات عسكرية وخصوصا مع إرسال ترامب لمجموعة من 500 خبير عسكري للباتريوت ولأنظمة الدفاعات التي سلمتها للسعودية لو كان لها الاستطاعة والقدرة على صياد تلك الطائرات لتم إسقاطها لأن النفط الخليجي يهم الولايات المتحدة الأمريكية بالشكل الرئيسي وبالتالي هذه العملية وهذا الإنجاز يعتبر إنجاز مخابراتي وإنجاز سياسي وعسكري واقتصادي كبير ضد العدو
السعودي، وبأن العام الخامس اختلف تماما عن الأعوام السابقة من حيث القدرات والتقنية والمعلومات. وعندما يتعاون أبناء تلك المناطق يعتبر هناك مؤشرات لنقمة المجتمع السعودي من هذا النظام المتغطرس الذي يبدد أموال تلك المناطق لمصلحة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، وخصوصا على التطبيع. ومن هذا المنطلق هي رسالتان موجهتان للنظام السعودي والإماراتي بأن اللعب بالأوراق في الجنوب واللعب باستمرار العدوان على اليمن، هذه المسائل الرجعية هي رسائل مهمة لتلك الأنظمة، وخصوصا أنها قريبة من أبو ظبي ومن الإمارات. وحقل الشيبة ينتج من أفضل أنواع النفط في العالم، وهو من النفط العربي الخفيف جدا، وبهذا الشكل يعتبر رسالة قوية وصادمة للعدو. لا يعني أيضا الرسالة موجهة إلى الإمارات، بأنه وحضرتك تحدثت بأنه أيضا قريب من الإمارات، يعني هو يبعد حوالي 10 كيلومترات عن الحدود الإماراتية. الرسالة أيضا موجهة إلى الإمارات بأن اللعب بأوراق الجنوب وما يسمى المجلس الانتقالي وتلك الأدوات الرخيصة التي تلعبون بها، وما ودعمكم وتناغمكم أنتم والسعودية باعتباركم أدوات للولايات المتحدة الأمريكية والإسرائيل، أنتم ستكونون الضحية في هذا المشوار، وخصوصا مع تحذيرات قائد الثورة بأن الأراضي اليمنية ستعود شبرا شبرا، لأن القوات المتصاعدة اليمنية من الصواريخ والقوات الاستراتيجية للطيران المسير سوف تصل إلى أماكن حساسة وموجعة كما هو اليوم، وصاروخ واحد أو طائرات بهذا الحجم الواسع من السير بالطائرات في موانئ دبي وبناء علي وأبو ظبي والشارقة سينتهي اقتصاد الإمارات كما عبر أحد أمراء الإمارات. ومن هذا المنطلق هي رسالة، ويجب أن يكونوا صادقين في انسحابهم، ما لم فإن الضربة القادمة ستكون موجهة إليهم، وعليهم أن يحذروا ذلك، ما لم فستستمر هذه العملية المتصاعدة العسكرية لتكون ضاغط رئيسي لفرض السلام على في المنطقة والابتعادهم عن الجمهورية اليمنية، لأن المغامرة تلك لن يدوم لها النجاح على الإطلاق، ومن العام الخامس يدل على الفشل، يعني والخبراء العسكريين يؤكدون ذلك. نعم حضرة العميد، يعني في بنك الأهداف الذي تحدث عنه العميد يحيى سريع، أيضا ضمن بنك الأهداف أو ضمن الأهداف أيضا هناك أهداف داخل العمق الإماراتي؟ بالفعل ستكون أهداف رئيسية وموجعة ومؤلمة، ولأن الاقتصاد الإماراتي يختلف عن الاقتصاد السعودي. هناك شركات وموانئ، وهؤلاء حقول برية وبحرية ستكون أهداف رئيسية، وبالتالي على الشركات الأجنبية أن تتحسس الضربات قريبا. نعم طيب، هذا يفتح أيضا المجال على سؤال عن أهمية الهدف اليوم عن حقل الشيبة النفطي من الناحية الأمنية والعسكرية وحتى أيضا للاستراتيجية. نحن يعني تم استهداف منذ يعني منذ فترة، وصل الاستهداف إلى يعني عمق كبير داخل الأراضي السعودية إلى شرق المملكة العربية السعودية بعمق كبير. اليوم أهمية هذا الهدف في حقل الشيبة النفطي من الناحية الأمنية والعسكرية؟ من الناحية الأمنية استطاعت مخابراتنا ومعلوماتنا العسكرية الإلكترونية والاستطلاع العسكري المتعدد أن يصل إلى تلك النقطة وإلى ذلك الحقل، يعتبر نجاحا عسكريا واختراقا أمنيا، ودليل على أن المعلومات الأمنية هشة لدى تلك الأنظمة، وبأنه باستطلاع قدراتنا ومن يمتلك القدرات الجوية المسيرة هو قادر أن يمتلك المعلومات المتعددة وأن يصل إلى الأهداف الرئيسية، ومع تعاون أبناء المناطق تلك ومع النقمة من المجتمع السعودي ضد هذا النظام، خصوصا أن هناك تعاون حتى من الأمراء، وبالتالي فإنه نجاح أمني واختراق أمني ونجاح مخابراتي ونجاح عسكري ونجاح اقتصادي بأن البورصة العالمية سترتفع من اليوم ومن هذه اللحظة نظرا لاستهدافنا أهم مخزون استراتيجي للمملكة السعودية في هذا المكان، والذي يتدفق إلى الأنظمة الغربية بشكل رئيسي، وبالتالي سترتفع النفط وستستفيد منها دول أخرى. يعني عفوا حضرة العميد، يعني أيضا هي رسالة ليست فقط موجهة إلى السعودية والإمارات، إنما هي موجهة إلى أيضا من يدعم السعودية كذلك من دول الغرب؟ بالفعل هي موجهة لهم، لأنهم يعتمدون على النفط الخليجي بشكل رئيسي، وبالتالي عندما يرتفع النفط ستكون كلفة باهظة على المجتمعات الغربية، ومن ثم سوف تغير وتضغط الشعوب الغربية على الأنظمة التي لديها مشاريع احتلال واستعمار بأن تغير من سياستها ومن لهجتها ومن العدوانية واللعب بالأوراق في الشرق الأوسط، لأنه ما يحدث هناك هو بسبب تلك الإدارات وبسبب تلك النظم وبسبب عملائها في المنطقة. ومن هذا المنطلق عندما تتسع حقل الأهداف إلى حقول رئيسية في الحقول البحرية والحقول البرية للنظام السعودي وشركة أرامكو ستكون مؤلمة ومزلزلة، وخصوصا إذا ارتفع النفط بأسعار باهظة عندها ستكون هناك
هناك ردة فعل من الشعوب الغربية. طيب يعني نحن نتحدث عن أيضا استهداف أو إمكانيات استهداف حقول بحرية في للسعودية، حقول نفطية طبعا بحرية، وإضافة إلى هذه الأهداف، ما هو بنك الأهداف أو ماذا يضمن بنك، يتضمن بنك الأهداف أيضا؟ هو من ضمن الأهداف المؤلمة والموجعة والرئيسية والاستراتيجية تلك الحقول الرئيسية التي هي العصب الاقتصادي لتزويد الغرب بتلك البراميل من النفط مقابل الأسلحة التي تتدفق إليهم بشكل هائل. وعندما تنضب تلك الأماكن وتشل قدرتها على الإنتاج عندها يخضع النظام السعودي للأمر الواقع وللواقع العسكري، لأنه العملية العسكرية الرادعة هي من تجبر الأنظمة وهي من تفرض السلام تلك اللغة العسكرية القوية. أما إنك إذا كنت ضعيفا وكنت هزيلا، ولعل المقاومة اللبنانية الإسلامية في جنوب لبنان هي يعني الركيزة الأساسية مثل تلك الأنظمة المتغطرسة التي لا تفهم إلا لغة السلاح ولغة القوة. هؤلاء لا يفهمون لأنه عقلياتهم سواء وأهواءهم سواء واستكبارهم سواء، وبالتالي هذا الاستكبار لا يردعه إلا الضربات المؤلمة والموجعة لتلك الأنظمة. طيب أيضا يطرح السؤال، منذ بدء مثل هذه الاستهدافات من قبل الجيش ولجان الشعبية اليمنية داخل العمق السعودي، حتى الساعة ما الذي حققته حتى الآن؟ يعني ما هي النتائج الملموسة بالنسبة إليكم؟ هناك اقتصاد متدهور في المملكة السعودية باعتراف وزير المالية السعودية بأنه لابد من رفع الدعم على المشتقات النفطية وعلى المواد الغذائية، وهذا ما سبب نقمة من المجتمع السعودي. أيضا حقق أيضا إنجازات بأنه التراجع في الاقتصاد السعودي كبير جدا، وهناك مغادرة للشركات، وهناك أيضا تدني المستوى الدخل الفرد، وهناك أكثر من 70% لا يمتلكون مسكن، وهناك كثير من الحالات الاقتصادية، هناك فرض الضرائب، هناك فرض الجمارك بشكل مهول وكبير ورئيسي، هناك ابتزاز للتجار، هناك دعوة من النظام السعودي لما يسمى إمام الحرمين بأن يدعو الشعب السعودي إلى التبرع للمملكة. هذه مؤشرات رئيسية سابقة وقد تم تداولها في أكثر من موقع وعلى ألسنتهم وعلى ألسنة النظام. لذلك هناك تداعيات اقتصادية. أيضا الجيش السعودي لم يعد قادرا على مواجهتنا في الحدود وفي المناطق الرئيسية، بل جمع مرتزقة سودانيين ومحليين لكي يكونوا متارسا له وخطوط أمامية. ومن هذا المنطلق هذا التأثير الرئيسي، هذا التأثير المهم الاقتصادي والعسكري والمعنوي. طيب ومن خلال هذا التأثير هل لمس الجانب اليمني، طبعا الجيش واللجان الشعبية، هل لمس أي إحداث ثغرة ربما في جدار الحل من قبل السعودية طبعا نتيجة هذا الضغط من قبل اليمن؟ نعم، هناك يعني ما سمعتم عن الانسحاب الجزئي وعن ما يسمى السلام من قبل الإمارات هو إشارة، لأن المشغل الرئيسي لمحمد بن سلمان هو محمد بن زايد. وأيضا لعل الدعوة الروسية دليل واضح على أن هناك وجع وهناك ألم للمملكة السعودية والإمارات، ويريدون أن يخرجون من هذه المأزق ومن هذا الصدمة لهم بحل من دولة أخرى لكي تكون ضامنة للحلول السلمية القادمة. نعم، إذا العميد عزيز راشد الباحث في الشؤون العسكرية حدثنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. أيضا مشاهدينا انضم إلينا الآن في الاستوديو الأستاذ طارق إبراهيم الإعلامي والباحث في الشأن اليمني، نرحب بك في الاستوديو. لكن قبل ذلك نذهب إلى اللواء محمد عباس، أطلنا عليك حضرة اللواء، لكن نسأل أيضا في تفاصيل هذه العملية، أهمية هذه العملية التي نفذت اليوم بالنظر إلى الموقع الجغرافي ربما الذي نفذت به، إلى خصوصية هذا المكان، وإلى ما تحدث عن العميد عزيز راشد حول أنه يعني هناك رسائل موجهة في أكثر من اتجاه من خلال هذه العملية، أهمية هذه العملية، تفضل. سلام الله عليكم وعلى مشاهديكم الكرام، وتحية لهؤلاء الرجال اليمنيين فعلا الذين استطاعوا أن يوطنوا التقانة العسكرية وأن يستخدموا تقانة عسكرية. أتساءل بيني وبين نفسي، هل فعلا منظومة ثاد الأمريكية ومنظومة باتريوت أيضا الأمريكية وربما تكون لديهم حيتس وآرو والقبة الحديدية الصهيونية، ربما لديهم الكثير من منظومات الدفاع الجوي، هل فعلا هي عاجزة عن اكتشاف 10 طائرات مسيرة تخترق لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر؟ هل هي عاجزة عن اكتشافها وإسقاطها والتعامل معها؟ حقيقة هنا تساؤل، هل هو في التقانة، هل هو العجز في التقانة الأمريكية أم أنه الإبداع في التقانة اليمنية أم أنها مسألة وسطى
وهي عجز المستثمر السعودي عن استخدام هذه التقانة الموجودة بين يديه، وبالتالي لم يستطع اكتشاف هذه الوسائط، سيما إذا قلنا أنها إذا كانت تشغل من قبل السعوديين، أما إذا كانت تشغل من قبل الأمريكيين فهنا الطامة الكبرى على التقانة الأمريكية. إشارة استفهام كبيرة أضعه برسم الشركات الأمريكية التي حقيقة تقدم دعاية كبيرة للمنظومات والتقانة الأمريكية، وهي في حقيقة محترمة لكي نكون واقعيين، وأنا كعسكري أعرف تماما أن مستوى التقانة العسكرية الأمريكية يعني يضاهي أعلى تقنيات العالم، وهذه إشارة استفهام برسم من صنع هذه التقانة، وإشارة أو رسالة كبرياء لمن صنع التقانة اليمنية. إذن أن تخترق هذه المسافات الكبيرة، أن تصل إلى أهدافها، أن تضرب في عمق الأراضي السعودية ولمسافات بعيدة، وأن تحقق أهدافها بدقة. هنا تساؤل الدقة، الفعالية العالية، يعني اختيار الهدف بحد ذاته، الوصول إلى هذه المسافات الكبيرة، وبالتالي حققت إنجازا استخباراتيا واختراقا أمنيا في مصفاة شيبا وحقل شيبا بما يشكله من قاعدة اقتصادية كبيرة احتياطية لدى السعودية، هي تشكل بعدا احتياطيا وتشكل أيضا غزارة في الإنتاج وربما رصيدا استراتيجيا ضخما للاقتصاد السعودي. أضف إلى ذلك أننا عندما استمعنا إلى الناطق العسكري اليمني وهو يقول إنها عملية الردع الأولى، إذن هل هذا مؤشر إلى عمليات ردع أخرى بنفس المستوى وربما بمستوى أعلى؟ هل هو مؤشر على اختيار أهداف أخرى في أماكن أبعد في الشمال السعودي أو في شمال شرق السعودية قرب الحدود مع الكويت مثلا؟ هذه المؤشرات أعتقد أنها تضع المخطط الاستراتيجي للسعودي أمام تساؤلات. ما هي الأهداف التي يجب عليه أن يغطيها بوساطة الدفاع الجوي؟ أم أنه يجب عليه أن يخضع لخيارات أخرى وسوف تكون مفروضة عليه؟ خصوصية استهداف منطقة الشيبة ومصفاة الشيبة أنها لم تعد تستثني أهدافا أخرى من بنك الأهداف المحدد ب 300 هدف كما قال الناطق العسكري اليمني منذ عدة أشهر، وهو وعد ويبدو أن وعده نعم اتخذ القرار، وهذا القرار قابل للتنفيذ، لا بل إنه نفذ وباحترافية عالية وبدقة وفعالية عالية. أضف إلى ذلك أنها الرسائل التي ترسل إلى الأمريكي، أنت أيها الأمريكي الذي تستثمر في المنطقة كلها، دعينا نوسع المشهد أكثر، إنه مسرح الحرب الممتد من سوريا من اللاذقية إلى رأس الناقورة وصولا إلى غزة وامتدادا في البحر الأحمر، ولا أعتقد أنه ينتهي عند اليمن عند عدن أو عند خليج عمان وفي منطقة الخليج، بل إنه يمتد أيضا إلى طهران فموسكو فبكين والهند والباكستان ليست ببعيدة. الأمريكي اليوم الذي يزعزع استقرار العالم من أجل أن يجعله حديقة خلفية لأمن البيت الأبيض الأمريكي وللأمن القومي الأمريكي، هذه الزعزعة وتخريب الاستقرار أعتقد أن الأمريكي عليه أن يدرك أن خزانات النفط وأن خزانات الدولارات التي ترد اليوم باتجاه أمريكا كلها مهددة، وأعتقد أن الشعب اليمني والجيش اليمني والإرادة اليمنية الإرادة القتالية اليمنية وضعت الخيارات الأمريكية أمام شروط صعبة. هذا يعني أن الأمريكي والغربي الذي يدعم تحالف دول العدوان على الشعب اليمني أن يعيدوا حساباتهم، بمعنى أوضح الشعب اليمني قرر أن ينتقم لاستهداف المواطن اليمني، لفقر المواطن اليمني، هذا الفقر الذي أنتج إرادة قتال، الفقر الذي أنتج توطينا لوسائط القتال الحديثة وأنتج وسائط قتال غيرت في معدلات التكتيك والاستراتيجية وأنتجت تكتيكا جديدا بل وخيارات جديدة تضاهي العالم. اليوم هنالك لدينا درونات تستطيع أن تنتقل لآلاف الكيلومترات وتصيب أهدافها. طيب ابقى معنا عفوا حضرة العميد، انطلاقا من حديث عفوا اللواء محمد عباس، أستاذ طارق إبراهيم نعيد الترحيب بك، لكن انطلاقا من هذا الحديث هل نستطيع أن نقول بأن يعني الردع أو معادلة الردع ربما التي أرساها الجيش واللجان الشعبية اليمنية هي كانت الاستفادة منها فقط على صعيد الصراع بين اليمن والسعودية أو هذه الحرب الدائرة من قبل السعودية على اليمن، أم يتخطاها إلى أهداف أخرى؟ يعني اليوم تحدث العميد عزيز راشد عن أن الأهداف والرسائل كانت في أكثر من اتجاه، ليس فقط في العمق السعودي إنما رسائل موجهة إلى الإمارات وأيضا إلى دول الغرب التي تدعم السعودية والإمارات كذلك. اليوم هذه القدرة التي يبديها الجيش واللجان الشعبية اليمنية
هي فقط مقابل السعودية أن تتخطى ذلك بكثير؟ يعني بغض النظر عن ما تفضلت به، أنا شعرت ما حصل اليوم كأنه هدية من الشعب اليمني إلى المقاومة في ذكرى انتصارها في تموز، كأنه تناغم ميداني ما بين جبل عامل وبين صعدة في شمال اليمن. هذا التناغم يحق لي أنا كعربي وكمتابع للأحداث من اليمن حتى جنوب لبنان حتى فلسطين، شعرت كأن اليوم هذه العملية جاءت في إطار رؤية ومنظور الموقع الممانعة من اليمن إلى لبنان، وكأنه رد على وكأنه تتابع على خطاب السيد حسن يوم أمس حينما أكد أن أي حرب ستكون ضد إيران أو في المنطقة هي حرب شاملة ضد كل المصالح الغربية والأمريكية. وبالتالي هذا يعني هذه الإشارة التي أشرت إليها هي جزء من رؤية إقليمية. بالعودة إلى يعني هذه العملية وأثرها ولماذا، يعني من منطلق استراتيجي وعسكري وسياسي، أعتقد أنها تعني مباشرة السعودية في المقام الأول، تعني محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع الذي هو اليوم يمتلك كل مقاليد الأمور في المملكة العربية السعودية. أيضا تعني الحليف في التحالف العربي ضد الشعب اليمني والإمارات، لكن المقام الأول تعني السعودية. ماذا ستؤثر هذه العملية على الداخل السعودي؟ هنا السؤال. يعني طبعا تم الإشارة كثيرا إلى التطورات والقدرات العسكرية، وهذه مسألة مهمة لأنصار الله، لكن أنا أريد أن أخذ المسألة من جانب آخر. هدف هذه العملية ولماذا وقعت في هذا اليوم وفي هذه المرحلة؟ الكل يدرك أن هناك مأزق سعودي اليوم، وهذا المأزق يعني منذ 5 سنوات، منذ الاعتداء على الشعب اليمني وشن الحرب عليه من قبل السعودية والإمارات وما يسمى بالتحالف العربي. الكل يدرك أن هذه الحرب شكلت اليوم وتشكل مأزق خطير لمحمد بن سلمان، وأنه بالفعل دخل بالوحول اليمنية. هذه العملية يعني قد نراها من خلال يعني توجهين، إما أنها لتوسيع هذا المأزق لمحمد بن سلمان والقول له بأننا قادرون على أن نطال كل منشآتك العسكرية والسياسية والاقتصادية، إما أنها تدفعه بالفعل لكي يتم تحريك يعني قوة ما في الحوار السعودي اليمني المباشر. لكن هناك يعني مسألة يجب أن ننساها، أن هناك تعنت سعودي بالكامل وتحديدا من الملك سلمان بأنه لن يقبل أي حوار مع أنصار الله، وبالتالي أعتقد أن هذه العملية هي جزء من الدفع الميداني من أنصار الله للقول بأننا موجودين وقادرون على ضرب كل أهداف السعودية، وثانيا هي لتحريك المياه الراكدة داخل السعودية. المسألة الثانية لها علاقة بالإمارات. طبعا ما أشار إليه العميد من صنعاء محق، وهذا تقدير، ولكن هذا تقدير حتى الآن. أنا لا أستبعد أن تكون هذه أيضا رسالة تدعم محمد بن زايد في انطلاقته أو انعطافته باتجاه استراتيجية السلام التي سبق وأعلن عنها منذ شهر تقريبا، من بعد أن وكانت من نتائجها التموضع العسكري الإماراتي في جنوب اليمن ومن ثم أحداث الجنوب اليمن. إذن لا يجب أبدا أن نستبعد أن أنصار الله قد قرأوا بشكل أو بآخر، ربما صح ربما خطأ، لكنهم أتوا بهذه العملية في سياق كل هذه المسائل والعناوين، سياق الأزمة داخل السعودية وتورط محمد بن سلمان، الدفع الإمارات أكثر إيه؟ في سياق تسهيل أمر موقف بن زايد كي يقول لابن سلمان وماذا بعد، في سياق يعني إعطاء الحجج والبراهين والأدلة للداخل السعودي والإماراتي لدعم كل المحاولات لو كانت صغيرة، لكن هذه سوف قد تدفع باتجاه تطوير هذه المحاولات داخل السعودية وداخل الإمارات. القول كفى أنه بعد 5 سنوات حرب علينا أن ننتبه بأن أنصار الله لم يهزموا، بل بالعكس أنهم توسعوا
في 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 قدراتهم العسكرية. نعم. وأنهم صحيح أنهم فقراء ولا يملكون شيء، ولكن هؤلاء الفقراء امتلكوا تقنية الهجوم. هذه التقنية القائمة حاليا على طائرات الدرون، الطائرات المسيرة. نعم. وهي مسألة خطيرة وغاية الخطورة كونها فعلا بدأت تطال المواقع الاستراتيجية السعودية. طيب حضرة اللواء محمد عباس معنا من دمشق، فيما خص يعني القدرة العسكرية، يقول أحد المواقع أو أحد المراكز الأمريكية نشر تقرير تحت عنوان السعودية تخسر 200 مليون دولار يوميا في غزوها الفاشل اليمن. قال فيه بأن السعودية على وشك أن يتم طردها من اليمن بعد 4 سنوات من حرب مولت فيها المملكة فرق المرتزقة بتكلفة 200 مليون دولار في اليوم، وأيضا بنتيجة فشل. اليوم بالنظر إلى الوقائع العسكرية والميدانية على الأرض، هل هذه الحرب على وشك الانتهاء بنتيجة خسارة السعودية في هذه الحرب بالوقائع والمعطيات على الأرض، وبالنظر إلى ما حضرتك ربما أشرت إليه بأن يعني كل هذه المنظومات الأمريكية الموجودة المتطورة الموجودة على الأراضي السعودية لم تستطع أن ترصد 10 طائرات بتصنيع يمني اخترقت الأجواء السعودية ومرت وحققت هدفها بدقة؟ سيدتي الفاضلة، هنالك رسالة عندما تم إذاعة النبأ من الناطق العسكري اليمني، من أين أذاعها؟ من الجوف. ألم يذيعها من خط الحدود السورية، خط الحدود السعودية اليمنية؟ بالفعل. هذا مؤشر، هذه رسالة. هذه رسالة يمنية تقول للسعودية نحن لدينا أراضي محتلة في عسير، وهذه الأراضي المحتلة لن نتنازل عنها. هذا مؤشر إلى أن القوات اليمنية اليوم بدأت بالتحرك في الجنوب السعودي، وهي قادرة اليوم على الوصول إلى عمق الجنوب السعودي. بمعنى أوضح، كما تفضل ضيفك الكريم، نعم امتلك الجيش اليمني مبادرة الهجوم الاستراتيجية، وانتقل لتنفيذ ليس فقط الهجوم بالدرونات، ولكنه الهجوم على الأرض، هجوم في البر، وبالتالي استعادة الكثير من الأراضي اليمنية التي كان قد احتلها السعوديون منذ سنوات طويلة. هذا مؤشر. المؤشر الثاني الذي أريد الإشارة إليه أن التعنت السعودي والمكابرة اليوم قد دفعوا بهم للخسارة، ولخسارة كبيرة ليس فقط في الجغرافيا، وإنما خسارة في السمعة، خسارة في إرادة القتال، خسارة في الروح المعنوية للجيش السعودي، خسارة في حلفاء وأصدقاء السعودية الذين اعتقدوا أنهم قادرون على خلق تحالف سعودي فعلا سوف يقاتل، تحالف عربي بين قوسين كما سمي، وسوف يقاتل كما يعني هنالك جيش أو أفراد مرتزقة قدموا من دول شتى لكي يقاتلوا، وجميعهم يعيشون حالة الانتكاسة. إذن هل السعودية خسرت؟ نعم، السعودية خسرت السمعة والمكانة، المكانة الإسلامية الكبيرة. السعودية كانت تشكل عمقا إسلاميا، واليوم تشكل عدوانا إسلاميا على دول إسلامية. هذه المآسي التي خلقها التحالف العدوان على الشعب اليمني أنتجت إرادة قتال، بل إنها أنتجت اليوم انتصارا للشعب اليمني، يتراكم في رصيد الجيش اليمني والشعب اليمني وفي رصيد المقاومة، ثقافة المقاومة، إرادة المقاومة. لتذكر جيدا أن أهداف السعودية ليست أهداف السعودية بل أهداف إسرائيلية، احتلال خليج عدن، الوصول إلى الشواطئ الغربي البحر الأحمر بالنسبة لليمن، والتي تشكل في مضيق باب المندب تشكل عنصرا استراتيجيا حساسا وهاما، ليس فقط من أجل السيطرة على البحر الأحمر بل السيطرة على ممرات الطاقة ووصولا إلى قناة السويس، الكيان الصهيوني وهو الذي يحرك الحرب على اليمن، الكيان الصهيوني الذي أراد السيطرة على اليمن عبر خلق التناقضات والصراعات الداخلية. دعيني أذكر سادة المشاهدين بالدولة التي تمارسه اليوم الإمارات في مسألة الصراع اليمني وانتقال الجيوش البديلة، وهذا مؤشر آخر أعتقد أن على الإمارات أن تعيد الاهتمام به. اليوم السعودية حققت هزيمة كبيرة لنفسها. السعودية اليوم استطاعت أن تؤكد عجزها عن تحقيق الأهداف التي أسندت إليها، كما عجزت الجيوش البديلة في سوريا، الجيوش البديلة التي استخدمت في سوريا من أجل تدمير الدولة السورية، والتي نرى هزيمتها اليوم في خان شيخون كما هزمت في الجنوب وتهزم في الشرق السوري. اليوم كل الجيوش البديلة التي أرادت استهداف اليمن وسوريا ومناطق أخرى ذات سيادة في دول تحالف المقاومة وإرادة المقاومة استطاعت أن تهزم إرادة الجيوش البديلة وأن تهزم من صنعها ومن وظفها ومن استثمر فيها. ونستطيع اليوم أن نؤكد أن السعودية تهزم كما يهزم الكيان الصهيوني،
وعندما استهدف يوم أمس الكيان الصهيوني بهذه القذيفة الصاروخية أهدافا في الشمال السوري، نعم أسقطت. وبنفس الطريقة عجزت وسائط الدفاع الجوي الأمريكية التي تقاتل في السعودية أو تدافع عن السعودية أو تستثمر في السعودية، عجزت عن إسقاط الطائرات المسيرة اليمنية. هذه هنا أعتقد أنها مفارقة تشير إلى أن من يستثمر في التقانة الأمريكية في السعودية لم يستطع استخدامها بشكل صحيح، أو أن التقانة اليمنية قد انتصرت على التقانة الأمريكية. طيب أستاذ إبراهيم، ونحن يعني حضرة اللواء لازلنا نتحدث عن، ربما حضرتك تتحدث عن رابط كامل ما بين محور، ربما أستاذ طارق بالضبط هذه هي النقطة، يعني هل استمرار الحرب الدائرة على اليمن بهذه الطريقة اليوم قبل السعودية، وهذا ما نستطيع أن نسميه القصف العشوائي، ليس هناك أهداف دقيقة وأهداف ثابتة من قبل السعودية، هناك استهداف عشوائي حتى للمدنيين على الأراضي اليمنية. استمرار هذه الحرب اليوم من قبل السعودية، هل هي يعني كانت من أجل إيجاد هدف معين من قبل الأمريكي أو بدعم من الأمريكي بعد سلسلة الإخفاقات التي عناها في فترة الأزمات الطويلة منذ حوالي 8 أعوام حتى اليوم؟ يا سيدتي، لو أردنا يعني اختزال أو اختصار المفهوم السعودي للحرب وتأثير هذه الحرب على اليمن على العقلية السعودية، استنتجنا أن هناك تسمية جديدة اسمها عقدة الشمال اليمني، كما هي عقدة الضاحية بالنسبة للعدو الإسرائيلي، كما هي عقدة غزة بالنسبة للعدو الإسرائيلي. يعني أنا أشرت يعني إلى مسألة وجدانية قد لا تكون صحيحة، والربط بين ما حصل اليوم وبين خطاب السيد حسن نصر الله، لكن يعني لا أريد أن أغرق بنتائج هذه العملية. لو وصفنا ماذا يريد الحوثي اليوم، ماذا يريد أنصار الله والجيش واللجان الشعبية، هم يمتلكون 3-4 قضايا مهمة: الإرادة، الإدارة الميدانية، والرؤية، والحلف القوي. إرادة، إدارة ميدانية، رؤية، حلف قوي، إضافة إلى تطور الخبرات القتالية. يعني من يعرف اليمن، يعني أنا صدفة أنه كنت بعرف اليمن، رحت عن اليمن وقضيت فترة، من يعرف اليمن وتركيبتها القبلية والمناطقية، يعني باليمن ما كان في طوائف ومذاهب، يعني عندما دخلت الوهابية بدأت هذه المسألة. من يعرف اليمن ومن يعرف شمال اليمن ومن يعرف القبائل الشمالية في اليمن يدرك بأن السعودية خسرت أوراق كثيرة في شمال اليمن، ومن ضمن هذه الأوراق ما كان قد أرساه وزير الدفاع السابق سلطان بن عبد العزيز عندما أقام علاقات قوية مع العديد من كبريات القبائل اليمنية وزعمائها. جاء محمد بن سلمان، وهنا يعني مكمن الخطأ الاستراتيجي عند الملك سلمان، أنه لم يأخذ بعين الاعتبار هذه العلاقات السعودية القبلية في شمال اليمن عبر التاريخ، فوضعها جانبا وصار وراء رؤية ابنه نجله ولي العهد محمد بن سلمان، الذي ربما تورط أو ورط من خلال محمد بن زايد في هذه الحرب، حيث كان الاعتقاد بأن هذه الحرب سوف تنتهي في أقصى حد 6 أشهر، وكان هذا جزء من تفاهم قد حصل بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد. السعودية قادرة على خوض حرب لسنوات كونها تمتلك قدرات مالية ولديها جغرافية واسعة. يعني نحن لا يجب أن نذهب كثيرا بأن هذه العملية سوف تهد السعودية، لا، هذه العملية كما قلت وضعت حجرا أو رمت حجرا في المياه الراكدة السعودية، ربما مثل لكمة في الوجه السعودي كي يستيقظ هذا السعودي ويدرك مع من يقاتل. هو يدرك سلفا لكنه يرفض الاعتراف والإقرار بالأمر الواقع. هذه العملية كما قلت لن تكون نهاية المطاف.
السعودي يمتلك وما زال يمتلك القدرات الكثيرة العسكرية والمالية، وهناك يعني من يحلب هذه البقرة السعودية وهو ترامب الذي لا يريد اليوم على ما يبدو انتهاء هذه الحرب. وهذا هو كان سؤالنا بالضبط، لماذا لا تنتهي هذه الحرب؟ هل هو قرار سعودي أم هناك ضغط أمريكي لعدم انتهاء هذه الحرب بغية ربما استعادة لو القليل ما الوجه للجيش الأمريكي في المنطقة من بوابة اليوم؟ المسألة لم يعد لها علاقة بالقرارات. نعم. هو كان قرارا سعوديا أمريكيا إماراتيا وبعض الدول الإقليمية عندما شنت الحرب عام 2015. اليوم لم يعد هناك قرار سعودي. القرار السعودي الحقيقي والمنطقي هو بالانسحاب من اليمن. لكن ما نراه اليوم هناك تعنت سعودي، هناك يعني رؤية قبلية سعودية تحكم القرار السعودي. يعني أنا يعني كمواطن عربي أشعر فعلا بقلق حول مستقبل السعودية من خلال إدارتها للمعركة في اليمن. إنها تقوم بمجازر يومية، حرب عبثية، تدمير كل شيء، لم يعد هناك أهدافا عسكرية واستراتيجية في اليمن. اليمن باتت مثل الضاحية الجنوبية ولكن أوسع، لا يوجد معامل ولا مصانع ولا مستشفيات ولا مدارس، لا شيء. اليوم القبائل اليمنية، الريف اليمني، الجبال اليمنية، السهول اليمنية تقاتل السعودية. لا يوجد رجال أعمال ورجال مصارف وبرجوازية يمنية ورأسمال يمني يدفع بهذه الحرب. من يقاتل هم فقراء اليمن، ولكن هؤلاء الفقراء على مر التاريخ كانوا يمتلكون إرادة القتال في وجه أي غاصب. كما قلت بأن الملك سلمان أخطأ بشكل استراتيجي عندما تخلى عن ورقة القبائل الشمالية، واعتقد أنه خلال أسابيع سوف يسحق هذه القبائل. هذا هو التحول الاستراتيجي في المفهوم الخاطئ للسعودية بالتعامل مع شمال اليمن. طيب حضرة اللواء، سميت هذه العملية بعملية توازن الردع الأولى، فكرة التوازن بالنظر إلى المعطيات على الأرض، نحن نتحدث عن إمكانيات كبيرة لدى السعودية، وحضرتك تتحدث وأيضا يعني كما هو معلوم هناك يعني منظومة رصد ومتابعة دقيقة أمريكية موجودة على الأراضي السعودية، وأيضا هناك خبراء أمريكيين متواجدين على الأراضي السعودية. التوازن أين يكمن اليوم؟ في يعني في الأهداف أم في التقنيات؟ ربما نحن نتحدث عن 10 طائرات استطاعت خرق كل هذه الرادارات والمنظومات والوصول إلى هدفها بدقة. أين يكمن التوازن؟ شكرا لك. أريد التعقيب على إجابة ضيفك الكريم وأضيف لما قاله. الحقيقة نعم، السعودية قادرة على خوض حرب لسنوات، هذا كلام لا لبس فيه، لكن ما هي نتيجة الحرب؟ حتى الآن لم تحقق السعودية سوى الفشل. نعم تستطيع السعودية أن تخوض حربا لعشرات السنين وأن تضخ مئات المليارات من الدولارات، لكن النتيجة هي الحرب التي شنتها على سوريا عبر جيوشها البديلة، كما تركيا والسعودية وكما تركيا وإسرائيل وأمريكا وغيرها في سوريا. نفس الحرب شنت لكن ببدائل ووسائط أخرى في اليمن. وفي كلا الحربين فشلت السعودية فشلا ذريعا، وما زالت تبتعد عن العقلانية والواقعية في تقييم نتائج الحرب. وهذا هو السبب الذي يدفع محمد بن سلمان إلى الاندفاع كثيرا باتجاه العمق وباتجاه المجهول. وكما تفضل ضيفك الكريم، نعم نحن نأسف ونأسى على مستقبل السعودية، ونعرف أن السعودية هي يعني لها في نفوسنا، هي نجد، هي مملكة الحجاز، هي عربية. لكن حضرتي يعني هذا ما قصدناه أيضا من خلال السؤال عن أسباب استمرار هذه الحرب، هل هو فعلا قرار سعودي بالنظر إلى كل هذه النتائج والفشل والإخفاقات، أم هو بضغط ربما من جهات معينة؟ تفضل سيد حضرة اللواء. ربما لو سمحت كنت قد أجبت على السؤال بطريقة أخرى عندما قلت إن المياه الجنوبية لليمن كما المياه الغربية لليمن هي محط أنظار وأطماع أمريكا وإسرائيل والسيطرة على مضيق باب المندب، وبالتالي ما خطط فيه للحرب ضد اليمن ومارست فيه السعودية دور جيش أو قيادة بديلة أو وور باي بروكسي، الحروب باستخدام البدلاء. الصهيوني لن يزج قواته في اليمن وهو يعرف تماما أنه خاسر. الآن ما هي عناصر توازن الردع؟ أنا لا أقول توازن الردع، بل إنني أقول إن عناصر التفوق اليمني.
نحن في حساب معايير الحرب ومعايير القوة والقدرة الشاملة للدولة نقول أن هنالك عناصر تسمى التدريب والجاهزية القتالية وامتلاك التقانة والأسلحة والقدرة الاقتصادية والقدرة الاجتماعية وعدالة الحرب والكثير من العناصر التي نضعها بين قوسين وبينها إشارة زائد ضمن مؤشر الجمع، نقول القدرة القتالية زائد قدرة اقتصادية زائد قدرة اجتماعية خارج قوس، ونضربها جميعا بالروح المعنوية. إرادة القتال، إرادة القتال لدى الشعب اليمني واحد، بينما إرادة القتال لدى الجندي السعودي صفر. يعني هذا عنصر التفوق المحصلة الذي حضرتك تتحدث عنه؟ بالضبط وبالتأكيد. إنه عنصر التفوق الذي أنتج توطينا للتقانة العسكرية في اليمن، واليمن هو هذا المجتمع الفقير وهذا المجتمع الذي يقاتل حافيا عاريا، صدره عار وقدميه حافيتين، ومع ذلك يقاتل وينتصر ويندفع باتجاه العدو ويحرر الأرض ويفرض على الطرف الآخر شروطا قاسية، ويفرض عليه اليوم الانسحاب كما انسحبت الإمارات، ويفرض على السعودي اليوم والأمريكي والصهيوني والغرب الذي يدعم هذه الحرب غير العادلة، يفرض على الجميع، على المجتمع الدولي يفرض عليه شروطا جديدة، ألا وهي أن عليه أن يحترم هذا المقاتل اليمني وهذه الأمة اليمنية وهذه الطفلة اليمنية التي تبكي أباها أو أمها وهي مشردة اليوم بلا ملجأ وبلا طعام، ويعني حالات الفقر وحالات يعني النقص الغذائي التي مريعة اليوم، هي مريعة وهي وصمة في جبين الإنسانية ولا أحد يتحرك. يبدو أن 10 طائرات درونز تصل إلى حقل الشيبة ولا مصفاة الشيبة سوف تغير العالم، وبالتالي يبدو أن مصفاة النفط في الشيبة أكثر أهمية لهذا العالم من طفلة يمنية تبكي. إذن اليوم مسألة التوازن، أنا لا أتحدث عن التوازن، أتحدث عن تفوق اليمني في مواجهة كل آلة الحرب الصماء، هي لا يقودها إنسان ولا يقف خلفها إنسان، لا يقاتل فيها إنسان. نعم. بينما في اليمن هنالك إنسان مقاتل يملك إرادة القتال، يملك التخطيط الاستراتيجي الصحيح والاستثمار في الأرض، في الجغرافيا، في الطبوغرافيا، الاستثمار في التقانة، الاستثمار في التخطيط المستقبلي. لاحظي هذه حالة الوعي عندما يقول إننا نستهدف أهدافا اقتصادية حيوية وأهدافا عسكرية، حتى الآن لم يستهدفوا ولا منشأة مدنية أو إنسانية أو فيها مواطن سعودي واحد يمكن له أن يقتل. كل الأهداف التي استهدفت أو التي تم توجيه النيران إليها هي أهداف حيوية اقتصادية عسكرية ذات بعد يمكن استخدامه في البعد العسكري، ولم تستخدم حتى الآن ولا قذيفة واحدة لقتل مواطن سعودي. هذا مؤشر على البعد الإنساني للقيادة اليمنية. طيب. وبعد الوعي الذي ما زال يربط بين الإرادة اليمنية، بين الإنسان اليمني والإنسان السعودي في البعد الاجتماعي والبعد الحضاري والبعد الأخلاقي. نعم. طيب ابقى معنا عفوا حضرة اللواء، التفوق العسكري الذي تحدث عن حضرة اللواء معنا من دمشق، كيف يمكن ترجمته اليوم في السياسة؟ وهل هذه الترجمة في السياسة فقط تنسحب على الجغرافيا الضيقة ما بين اليمن والسعودية، أم تتخطاها ربما إلى ما هو أشمل وأعمق من ذلك؟ انتهى زمن الحديث عن تفوق عسكري على الشعوب الفقيرة التي لا تمتلك إرادة القتال. نعم. وانتهى زمن الحديث عن توازنات العسكرية. السعودية تمتلك أفضل أنواع الأسلحة البرية، أفضل أنواع العربات العسكرية والدبابات والمدفعية، تمتلك أفضل أنواع الأسلحة الجوية، يعني عندها 3 أنواع طائرات عسكرية، F-15 تورنادو تايفون، تمتلك أفضل أنواع المنظومات الدفاع الجوي في العالم، وتمتلك أهم تحالفات عسكرية واستراتيجية والحليف الأساسي الولايات المتحدة الأمريكية، وتمتلك كتلة مالية قادرة على أن تكون إمبريالية مالية، يعني نقول إمبريالية أمريكية، هناك إمبريالية مالية سعودية في العالم تستطيع أن تتحكم بالقرارات الإسلامية والعربية والدولية. يعني السعودية كما وصفها الإمام الخميني هي الشيطان الأكبر بالتحالف مع الأمريكيين، شيطان يمتلك كل هذه المسائل. هذه المسائل جعلت من محمد بن سلمان أنه هو الرجل الأقوى في العالم، لكن بمن اصطدم؟ هو كروما عندما اصطدمت بالقبائل الجرمانية والقبائل الهون، هو كهتلر عندما كان يمتلك كل هذه القدرات العالمية واصطدم بإرادات الدفاع المواجهات. اليوم السعودية تصطدم بإرادة الشعب اليمني. الشعب اليمني ماذا يمتلك؟ كما قلت
هو لا يمتلك أفضل أنواع الأسلحة، لكن يمتلك أفضل أنواع المقاتلين، هو لا يمتلك أفضل أنواع الطائرات، لكنه يمتلك أفضل أنواع إدارة المعركة الميدانية في كيفية إيصال طائرة مسيرة يمكن أن يتم تصنيعها بداخل اليمن، ولكن مع يعني مع ابتكارات جديدة لإيصالها إلى الهدف حتى لو سقطت، المهم أن تصل إلى الهدف. هذه المسألة بالنسبة للسعودي تمثل المأزق اليوم، يعني الحديث كيف سيخرج السعودي من هذا المأزق. اليمني قرر خلاص، لم يعد أمامه أي خيارات إلا الخيار الاستراتيجي، وهو إما إخراج السعودي. اليمني وتحديدا أنصار الله لا يتحدثون عن هزيمة استراتيجية للسعودية، يقاتلون من أجل دفع السعودية للحوار ولفك الحصار عنهم. السعودي هنا المشكلة عند السعودي، السعودي حتى الآن لا يمتلك رؤية واضحة ماذا يريد من حرب اليمن. عندما أطلق عنان هذه الحرب ضد اليمنيين اعتقد أنه سوف يحطم القدرات العسكرية لأنصار الله، وسوف يحتل صنعاء، وسوف يطرد الحوثيين من شمال اليمن ويحصرهم في صعدة في معاقلهم وفي أوكارهم. كما قال اليوم الأنصار الله قادرون على قصف مصافي النفط في جازان على حدود البحر الساحل الغربي للبحر الأحمر، وهي أقرب مناطق لهم. لماذا لا يقصفون مصافي جازان؟ لماذا لا يقصفون المنشآت الاستراتيجية الأساسية في جازان ونجران وعصير؟ هم يركزون اليوم على مطار أبها، وهذا جزء من تست، يستطيعون أن يقصفوا كافة المطارات في المحافظات الجنوبية. هم اليوم داخل الحدود السعودية بعمق ما بين 10 و 15 كيلومتر، وعلى طول 120 كيلومتر في الحدود. يعني هم الفاعل الأقوى على الحدود الجنوبية. وإذا يتحدث العميد سريعا عن إمكانيات استهداف كامل الأراضي السعودية، وإذن هذه الاستهدافات البعيدة المدى، هذه رسائل أيضا بعيدة المدى، هي للسعودي للإماراتي للتحالف للأمريكي، وهي ذات امتدادات إقليمية لها علاقة بحلف المقاومة في المنطقة. هذا ذراع قوي لحلف المقاومة، هذا ذراع قوي لسوريا للبنان للعراق لأي منطق لفلسطين. وبالتالي الأنصار الله دائما يؤكدون من بعض العمليات الاستراتيجية قد لا يكون ليس لها علاقة مباشرة بالحدث الداخلي السعودي الإماراتي الخليجي، قد يكون له علاقة مباشرة بالحدث الإقليمي. هذا الحدث الممتد من جبل طارق حتى ميناء الفجيرة حتى مضيق باب المندب ومضيق الهرمز. طيب من هذه النقطة بالذات نود أن أكثر ربما حضرتك تستفيد معنا بالعسكر حضرة اللواء. يتحدث الأستاذ طارق عن أن رسائل هي أبعد من ذلك بكثير، ويمكن استثمار ذلك بالسياسة فيما هو أبعد وأعمق من ذلك بكثير، هكذا فهمنا أستاذ طارق. لكن اليوم على الصعيد العسكري بالنظر إلى الأهداف، دقة الأهداف ودقة الإصابات، هل نستطيع أن نقول بأن أو نصف الجيش واللجان الشعبية اليمنية بأنها قوة تتخطى اليمن؟ يعني هل نستطيع أن نتحدث عن الجيش اليمني واللجان وبما يمتلكونه من تصنيعات محلية طبعا، وهذه القدرة التقنية التي باتت لديهم لأنهم باتوا قوة نوعا ما استراتيجية في المنطقة؟ بكل تأكيد استطاع الجيش اليمني والشعب اليمني، أقول الشعب اليمني لأن الجيش هو منتج شعبي، واستطاع الشعب اليمني أن ينتج أدوات جديدة في الصراع غيرت من التكتيك ومن الاستراتيجية. وربما أهم هذه الوسائط التي لم تكن تخطر في بال من اعتدى على الشعب اليمني الصواريخ المجنحة، الدرونات، الاستثمار في الصواريخ البالستية لمسافات بعيدة جدا، وهنالك وسائط قتال بحرية، هنالك وسائط دفاع جوي تنتظر التورنيدو والتايفون والاف 15 الأمريكية. إذن هذا يعني أن توطين التقانة العسكرية والتكتيك العسكري والاندفاع في عمق دفاع العدو، وأقصد به الاندفاع في عمق الجنوب السعودي، والعناصر التي نستطيع أنها القول أنها تقاتل ضمن مجموعات صغيرة وفي شروط جبلية بالغة التعقيد وبالغة الصعوبة، وكثيرا ما نرى عبر اليوتيوب ونرى عبر على التلفزيون اليمني الذي بات يوثق ويصدر تماما عمليات القتال، يعني أن يندفع بضعة أفراد نحو قاعدة عسكرية يمنية سعودية، بضعة أفراد
ويقومون بالاستيلاء عليها. هذه عناصر حقيقة تضع الكثير من إشارات استفهام. ماذا يمتلك هذا الجندي لكي، ما هي الوسائط القتالية؟ بدون منظومات رؤية ليلية، بدون منظومات استطلاع، بدون منظومات اتصال، ومع ذلك يندفع ويقاتل ويحقق الإنجاز ويهزم التقان الهاي تكنولوجي الأمريكية التي زود بها هذا الجندي السعودي أو المرتزق الذي يعمل في هذه المجموعات. إذا نحن اليوم أمام تأكيد على أن إرادة القتال، عدالة القضية، على أن هذا الجندي المدرب تدريبا عاليا والذي يعني منحته خبرة القتال الكثير أو صقلته خبرة القتال وجعلت منه جنديا، نعم أستطيع القول جعلت منه جنديا سوبرمان، لا ليس جنديا سوبرمان على الطريقة الصهيونية أو الأمريكية كما يقال أنه جندي أمريكي سوبرمان، لكنه جندي سوبرمان مؤمن بعدالة القضية ومؤمن بأن هذه العدالة والروح المعنوية العالية سوف تهزم العدو. نعم نستطيع القول أن الجيش اليمني استطاع أن ينتج تقانة عسكرية، منظومات قتال جديدة من خلال الوسائط القتالية سواء كانت المجنحة أم الدرونات. تصوري هذه المسألة أن تتم الملاحة الجوية وقيادة هذا الدرون أو الطائرة المسيرة لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر، يعني هذا مسألة الملاحة الجوية مسألة بالغة التعقيد، ليست بهذه البساطة أن نقول أننا قد أطلقنا طائرة مسيرة وسوف تصل إلى هدفها وكما يقال بالعامية يا رب تجي في عينه. لا، إنها تتم من خلال دراسة الأرض، دراسة الطبوغرافيا، تحميل خريطة رقمية سمارت مابس أو سمارت يعني سمارت تكنولوجيا أو عفوا الخرائط الرقمية الدقيقة العالية الفعالية والعالية دقة التمييز والتي تمكن من يراقب على الأرض قيادة هذه الطائرة ووصولها إلى الهدف. هذه تكنولوجيا خاصة بحد ذاتها، وبالتالي نستطيع القول أن توطين التكنولوجيا في اليمن بات تحديا يمنيا يواجه به الأمريكي والإسرائيلي والسعودي وكل دول الاعتداء على الشعب اليمني. نستطيع أن نؤكد نعم أننا أمام جيش تقني جديد يمتلك الإرادة والتقانة. يعني التفوق الذي حضرتك والعقيدة العسكرية ليس فقط على مستوى التفوق العسكري، وصفته بالتفوق ليس فقط تفوق عسكري، نحن نتحدث عن تفوق أمني واستخباراتي، أيضا تفوق بصعيد التقنيات الدقيقة جدا في محطة العسكر، أليس كذلك؟ بكل تأكيد التقانة العسكرية لا يمكن لها أن تتحقق لولا تقانة الاستخبارات، لولا تقانة الوصول إلى المعلومات، يعني الاستطلاع الميداني استطلاع استراتيجي في عمق السعودية، هذا استطلاع استراتيجي. نجح الشعب اليمني في الحصول على المعلومات ونجحوا في قيادة الطائرات ونجحوا في إيصال القذائف إلى أهدافها بفعالية عالية بدقة عالية بحسمية في الزمن والمكان واختيار الأهداف، يعني أن تصل 10 طائرات مسيرة إلى أهداف محددة تصيب فيها المصفاة، تصيب فيها خزانات النفط، تصيب فيها الأهداف الحيوية ضمن الهدف الاستراتيجي الواحد، هذا أيضا انتصار استخباراتي. وترسل عبرها أيضا توجه رسائل الأكثر من طرف حضرة اللواء. أستاذ طارق، اليوم بالنظر إلى هذه العملية، يعني حضرتك ذكرت بأن هذه العملية لن تكون نهاية المطاف، لكن بالنظر إلى هذه العمليات الموجعة أيضا كما يصفها الكثير من المراقبين والمحللين، وأيضا بالنظر إلى التهديدات والتحذيرات التي أطلقت على لسان المتحدث باسم الجيش اليمني واللجان الشعبية العميد يحيى سريع، يقول بأنها أو حتى يعني من خلال اسم هذه العملية توازن الردع الأولى، ويتحدث عن أهداف على كامل البنك، أهداف على كامل الأراضي السعودية، وأيضا أهداف بحرية، يعني حقول نفط بحرية يتم الحديث عن أهداف داخل البحر. أفق هذه المعركة وإلى متى ستنتظر السعودية ربما حتى اتخاذ موقف حاسم فيما يخص هذا؟ أولا لا أحد يعني يدرك معالم ومواطن ونسينا أن نتحدث أيضا ونسأل عن عمل الاقتصاد، يعني أزمة اقتصادية، يعني لا أحد يعني يدرك ما كيف تفكر السعودية، يعني السعودية مملكة مغلقة، يعني نحن نسمع بمشاريع محمد بن سلمان رؤية 2030 ومشاريعه الاقتصادية، لكن لا أحد يعرف، يعني اليوم السعودية يعني تقلصت فيها كثيرا مصادر الأخبار والمعلومات بعد أن أحكم ابن سلمان السيطرة على مراكز القرار العسكري والأمني والسياسي، يعني كان الديوان الملكي وكانت كل أمير كبير في السعودية يمتلك ديوانا ويمتلك مصادر للأخبار ويمتلك كل المعطيات التي قد تفيد المراقب. اليوم نحن لا نجهل كليا كيف تدار الأمور عسكريا. كل ما نعلمه أن محمد بن سلمان ولي العهد
وزير الدفاع، نائبه شقيقه خالد بن سلمان، هناك وزير حرس، وزير داخلية أيضا من آل عبد العزيز مقربين جدا لبن سلمان، هناك وزارة خارجية شبه مشلولة، وهناك وزير جديد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل جبير لا ينطق أبدا، كان هناك سفيرا مهما في واشنطن أحيانا يعطي بعض المعلومات، اليوم سفيرة في واشنطن لا تعطي أي معطيات، وبالتالي هناك يعني جهل شبه تام بما يفكر السعودي. لكن نحن ندرك بما يفكر الآن أنصار الله، أنصار الله يحاولون الدفع السعودي بأن يقلل من هذه الأزمة القائمة، يحاولون الدفع به بأن يأتي إلى طاولة الحوار، وكل هذه العمليات يعني لو عدنا إلى الداخل السعودي والداخل اليمني لأخذنا يعني العنوان الأساسي، أنا أحرك الجبهة في أقصى مناطقها كي أجلبك إلى الحوار، إذا السعودي لا يريد الحوار المعارك مستمرة، أنصار الله استفادوا كثيرا من هذا التوسع الجغرافي للمملكة العربية السعودية، يمتلكون القدرات في اختراق كل الدفعات الأمنية السعودية، ضرب كل المنشآت، كون هذا الجغرافيا الواسعة للمملكة هي لصالح أنصار الله استراتيجيا. إذا الأستاذ طارق إبراهيم الإعلامي وباحث الشأن اليمني، شكرا لك لحضورك معنا في استوديو الميادين، أيضا نشكر اللواء محمد عباس الخبير في الشؤون العسكرية كنت معنا من دمشق، شكرا لك حضرة اللواء. لكم شكرا كبير لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.